يا مساء الفل على كل اصحابي وحبايبي ومتابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. بصوا، انا اصحابي قالوا احنا جايين نقعد معاكي شويه، فقلت اقوم اعمل لهم بطاطس بالفراخ كده وشويه رز في شعريه. اوام اوام، بصوا احنا عملنا البطاطس هي صوابع، ومعانا هي الفراخ. وبصي بقى، البصل ده بصل مع فلفل مع ثوم ضربه في الكبه زي ما انت شايفه كده، وهوريكي هنعمل الصينيه ازاي. بصي، والفراخ انا غسلها. بصي، اهم حاجه بقى في غسيل الفراخ تحت الجلد ما يكونش فيه مزلقه تحت الحنفيه كده، وتقعدي تشيلي المزلقه اللي فيها كلها. بصي يا حبيبه قلبي، وفي الحته دي بيبقى فيه زي فشه كده، في ناس بتسيبها. لا، ما تسيبهاش، لازم تنضفي الفراخ جامد وتنقعيها بالليمون والخل والملح عشان الزفاره بتاعتها تروح. بصي زي ما انت شايفه كده، وانا بحب اقطع الورك اتنين كده عشان انا عيلي ما بيحبوش ياكلوا الورك على بعضه. بص، اول حاجه يا حبيبه قلبي هنحط ايه، شويه من الدقه دي على البطاطس، تمام زي ما انت شايفه كده، وهنسيب شويه نحطها على الفراخ، تمام. وهتجيبي معاكي شويه فلفل اسود، دي واحده اجيب معلقه، بصي شوية فلفل اسود، تمام. وحطي شوية ملح، ماشي يا قلبي، وتدعكي بقى البطاطس كده. زي ما انت شايفة كده، بصي تدعكيها كده بالبصل والفلفل والفلفل الاسود، وترصيها كده يا حبيبة قلبي في الصينية. زي ما انت شايفة شكلها عامل ازاي، هنحطها على جنب ونجيب طبق بقى ونحط ايه بقى في الفراخ زي ما انت شايفه، ونحط بقية الدقه، ماشي، وقربي كده على يسرا. بصي، وتحطي بقى ايه، تدعكيها كده بالبصل والدقه بتاعتها، وتحطي كده ايه ما بين الجلد كده البصل والدقه، ماشي. هنحط بقى التوابل. بص التوابل ايه، شوية بابريكا زي ما انت شايفة كده، شوية فلفل اسود زي ما انت شايفة، طبعا تحطي الملح عليها. واهم حاجة بقى للفراخ، اهم حاجة جوزة الطيب، دي بتخلي ريحتها كده فواحة كده، شوية جوزة الطيب كده على ايه، على الفراخ، ماشي. وتدعكيها بقى ايه جامد يا قلبي زي ما انت شايفه كده، وتنزلي عليها بالقوطه، بشويه قوطه كده، ماشي. وبعد كده نكمل القوطه على صينيه البطاطس. بصي يا حبيبه قلبي، انا مش هحط سمنه عشان الفراخ بتنزل ايه دهون، عشان ما تبقاش ايه تنينه قوي. اهو زي ما انت شايفه كده، تقومي بقى دعكه الفراخ جامد بشويه زي ما انت شايفه، وتدعكي، تقومي راسته كده الفراخ على الصينيه كده يا حبيبتي. ترصي الفراخ كده في الصينيه، وتنزل عليها بالتتبيله بتاعتها كده، وكده الصينية بتاعتنا خلصت. هندخلها بقى الفرن، وما تطلع اوريها لك بقى شكلها عامل ازاي. بص، حطيت بقى الصينية في الفرن، وهنعمل الملوخية بقى الخضراء مخرطة زي ما انت شايفة كده بالمخرطة كده. في ناس بيعملوها في الخلاط، بس انا لا، انا جيت اجربها مرة ما عجبتنيش. احلى حاجة تعملها بالمخرطة كده وتخرطيها. بصي بقى، انا خرطت الملوخية اهي، بس انا هعملها اخر حاجة، وغسلت الرز هنعمله بالشعرية. تعالوا بقى نبصوا على الفراخ في الفرن. بصي بصي، الفراخ لسه بتستوي معانا اهيت. تعالوا بقى نعمل الرز، وادي الحلة معانا اهيت لنعمل فيها الرز. ننزل عليها بحتة سمنة، شوية زيت، تمام. تنزلي بقى، بصي معانا الشعرية اهي، تنزلي بيها و
وقللي بقى على طول. بصي يا قلبي، الشعريه اتحمرت معانا اهي زي ما انت شايفه كده، اتحمرت معانا تمام. ننزل بقى عليها بالرز. ننزل بالرز بقى. تفضلي بقى تشوحي الرز شويه قبل ما تحطي الميه، تديله تشويحه تمام. وبعدين بقى تنزلي عليه بالميه السخنه. وتقلبي، تحطي الملح بتاعك وتغطي عليه. بصوا بقى شوربة الملوخية، هي مش شوربة، انا عملت ايه؟ عشان انا عاملة الفراخ في البطاطس فما فيش شوربة، فانا عملت ايه؟ مرق الدجاج، شوية فلفل اسود، شوية جوزة الطيب. اول ما يغلو هنسقط الملوخية. تعالوا بقى نبص على الرز نشوف عمل ايه. بعد الرز معانا اهو زي ما انتوا شايفين قرب يستوي. تعالوا نبص بقى على البطاطس، وادي البطاطس يا دوبك 3 دقايق بس وهننزلها. تعالوا بقى نحمر التومه بتاعت الملوخيه. بصي هو توم وكزبره ناشفه وفلفل احمر، انا بحب احط ايه الفلفل الاحمر مع الدقه كده تدي ريحه جميله. بصي الملوخيه انا عملتها معايا اهيت وهتشوفها دلوقتي. مش عايزه اقول لك على ريحتها، البيت كله هنا شامم الريحه بتاعت التومه دي. بصي خلاص التومه احمرت معانا، انزلي بقى عليها كده ايه بالملوخيه كده. بصي يا قلبي، بصي خلصنا الملوخية وادي الفراخ. شوفتي الفراخ في الفرن، وعملنا الرز زي ما انت شايفة كده. ويا رب ايه اكل يعجبكم. اوعوا بقى تنسوني بالمتابعة والاشتراك في القناة. تصبحوا على خير وبحبكم كتير كتير.